بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الجنة لمن أطاعه وإن كان عبدا حبشيا، والنار لمن عصاه وإن كان حرا قرشيا. اختار من خلقه للجنة سكانا واصطفاهم، ومن بين جميع الخلائق وهم في أصلاب آبائهم هيأهم لها واجتباهم. ولا يظلم ربك أحدا شيئا. خلق جنة عدن بيده لبنة ذهب ولبنة فضة، ملاطها المسك الأذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران. فقال لها امطقي، فقالت قد أفلح المؤمنون. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. أحمده سبحانه بجميع محامده التي لا يبلغ المحصون لها تعدادا، وأشكره على نعمه الوافرة وخيراته المتكاثرة شكرا يليق بعظمته ومجده سبحانه. هل تعلم له سميا؟ وأستزيده من فضله الواسع العميم ومن عطائه الجزيل الكريم. وأصلي وأسلم على خير خلقه أجمعين، ومن أرسله الله رحمة للعالمين، صلاة وسلاما متلازمين ما تعاقب الليل والنهار. أرجو بهما شفاعته والورد على حوضه مع المتقين الأبرار، وعلى آله وأهل بيته الأطهار وصحابته الأخيار، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحديثنا أيها الأحباب الكرام في ذكر الجنة وأوصافها وأهلها وما أعده الله فيها لعباده المؤمنين من الكرامة والنزل العظيم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم ممن يقال لهم يوم العرض الأكبر ادخلوها بسلام آمنين. ولعل الحديث عنها والتلذذ بذكرها يكون حافزا على الصدق في طلبها والرغبة فيها وتحقيق مراد الله منها، ليحصل لنا فيها النعيم المقيم بجوار الرب الكريم، وننعم بالنظر إلى وجه الله الكريم بكرة وعشيا. يورساتشن الجنة نعيمها والطريق إليها يمني هنا جنة سقاوتشوانا ودسوالي الدرس ومشلو من قدوت سلا جنة مورات موسات بتككل سوتش السؤال لما تجل ورسوا السؤال لما فلق قرطون دي النسو أسقاشي هنال الله سبحانه وتعالى مدقمه كنيا يمي فلقه النقر دي الناس كامي ردل. استمع يا أخي المسلم إلى قول الله عز وجل، ويا أختي المسلمة، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. الله سبحانه وتعالى اندي سيل ود عندنا تتي استنسمع ان زيا الله ان يمي فروسوت يوم نحشر المتقين لل الله ان يمي فروسوت بمن قسقساتو غزي او سلاتو على بمن سبسباتو غزي الى الرحمن وفدا ودا ازانيو جيتا الله سبحانه وتعالى لاكوان هنا بتلايو يميامرونا يا شبرقو مغواجا لا يتغازو ودا الله يميدوبتن او صالاتو الى الله. وقوله وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ان زي الله يميفروا سوت ودا جنة بقروب بتندو قزيم إلى الله. النسو جنة سمتو وفتحت أبوابها يجنة بره اللام يكفت الله التوال على الله سبحانه وتعالى.
وقال لهم خزنتها طباقي زبنيا وميلا التوال سلام عليكم يا الله سلام بنا انت لا يهون طبتم من انيا اماراتشه من انيا يمت دستنيوشنا متاس دستناتشه فادخلوها خالدين جنة زالا لماوي ستهونه قبوبة مالت يئياس دستو يكبلوا التوال إلى الله سبحانه وتعالى. هل تعلم يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة ماذا في هذه الجنة من النعيم المقيم؟ لم هنو مسلم وندم الناهت الزيه ما يقرب صقا يلو جنة وست من اندالة تاك الله تاك الله شنلي. مهما جال في خاطرك أو تردد في ذهنك فاعلم واعلمي أن في الجنة ما هو أعلى منه وأتم بأي مرولاي يفلق نقر بملالس عندهم لباتشن عند فلق بوالل كم من نصبوا بلاي يتموالنا يلاك أنا يلو. وقد صرح بذلك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم تصريحا نبي صلوات ربي وسلامه عليه يه النقر بقلت سياسك أمتون بهالو عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مصداق ذلك في كتاب الله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون متفق عليه. نبي عليه الصلاة والسلام سل جنة بهري سنقر منالو الله عز وجل بلوال لالو الله بلوال في الحديث القدسي لباري اوتشي يزدق الجهوت للنزام الكام باري اوتشي اهيناي توت يمايات جورو سنتوت يمايات فمن نيوم سول بلاي ول بلو يمايات يهونون يهونو نقروتشن ازدق الجلات سوالهون يلا مصداق ذلك في كتاب الله يزيه ما الرقابتها قرآن لا يا الله كتاب لا قرآن لا يتاقن متالات علو فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين عندك نفسية من نعم نفسية يا أين ما رفيا يهون الناس ربك اللات ونقر أهكم على الله من نم نفسية تاتم لمن جزاء بما كانوا يعملون لم يسروت ملكام سراء من دا يتنسى إلى الله سبحانه وتعالى. ثم اعلم واعلمي وفقني الله وإياكم لطاعته ومرضاته أن الجنة من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. الله سبحانه وتعالى جنة جنة مالت السوست يقبع ينعم ولا يبأس دستني هنا ونما ينتشق أعقدت موم ويخلد ولا يموت لزلال من منورال تتصموت هاقنهم لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه لبس ما يلكم وطاتنتم أي تنككم. روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي منادٍ إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا فذلك قول الله عز وجل ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. نبي عليه الصلاة والسلام من ألو تطاري الترعل ان انت يا جنات سوچ ہوئی جنت كجبو بحالا برغتم ان انت اننيا مهون يگباچو حال اننيا لتهونو لزلالم ما تتممم هيا هوناچو لتنورو يگباچو حال فصوم موت ميبال نگر اينكاچوهم بوطاتنتاچوهم لتقتلو يگبال فصوم اتارجوم ان انتم بدستا منور لتنورو يگباچو حال زي جنت وست شجرنا مكرام بال في السماء جنتهم يهم يا الله قال معنا نو نودو تطروا يميلوا معناي نالوا أن تلكم الجنة أنه لا تهجنت أوردتموها
ورساتشوها تال دستي بلاتشوه بما كنتم تعملون لما استروت ملكام سرايا تنساب مبال يبسر الوالو نبي صلى الله عليه وسلم. ولعل في ذهنك وذهنك أيها الأخ المسلم والأخت المسلمة سؤالا، أو أنت مسلم وندم من ناهت هوي باتنك لا تتشن وست ذلبات وست إياك إيمتاي هنا، ما سعة الجنة؟ وهل هي جنة واحدة أم جنان كثيرة؟ يجن الصفات من يكليهن عندهم دمو عند جنة نويس بركاتها جنة بزو جنة شنات ويس عند يميل تياك إيمتال أو أي مرات الله من ملال لسيهن لما السجن. ويجيبك عن سؤالك وعن سؤالك الأول القرآن الكريم، لما جملوا إياك القرآن الكريم يتكبروا يا الله قال ملس عنده بمالات يسأل سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، أو تشكد آدم ولا الله سبحانه وتعالى مهرات ورقيتاته مهرتنا عندهم دمو ولا جنات يقول ما صفات عند سماينا عند مدري ونتشوا إن الزياء بأللهنا فملكتنيا ولمن سويت سجدت شوا إلى الله. وقال عندي يمسل من لا شي ستل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين. ولقيتاته مهرات تشكد آدم ودا جنة دقمو صفاتها يقول ما تبتو سماينا مدر متاكلوان الله لم يفروا سوج يتزقجت شوانينا يهم اللاش يستو من دنو يقول ان صفاتها سبت مدرنا سبت سماين تاكلالت. قال المفسرون العرض أقصر الامتدادين، مفسرون منالو عرض من لو يقول صفات مالتنا كرزمة تشلو أترنان، وفي ذكره دون ذكر الطول مبالغة رزمته سينقر يقول صفاته موسعته سل رزمته بدون بالتحسبنا يبلت إلى مدان تفلقنان. وروى السدي عن ابن عباس أنه قال تقرن السماوات السبع والأرضون السبع كما تقرن الثياب بعضها ببعض فذاك عرض الجنة. ابن عباس رضي الله عنهما من ألا سماي النامدر عند لا يتأمرل عند لا يجازن ولت لبسج عندما يجازو يجن يجن الصفات مالت يهنو على جن لجن سبات مدر الناس سبات سماي تسلفوا مالتنا. فإذا كان عرضها كذلك فما بالك بطولها لا حرمنا الله وإياك منها. يقول نصفاتها أيهم يالكون تعدى رزمتها من يأكل يكون الله كم من نفقت عادر جننا. أما الشق الثاني من السؤال وهو هل هي جنة واحدة أم جنات كثيرة يديك إيه ولتن يكف لما سؤال جنتنا تويسبزو جنتنا ولمي لو مالتنا. فيجيبك عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ملس يمسة رسول عليه الصلاة والسلام ناتو. فقد أخرج البخاري وغيره عن أنس أن أم حارثة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد هلك حارثة يوم بدر أصابه سهم غريب فقتله، فقالت يا رسول الله قد علمت موقع حارثة من قلبي، فإن كان في الجنة لم أبك عليه وإلا سوف ترى ما أصنع. فقال لها هبلتي أجنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة وإنه لفي جنة الفردوس. نبي عليه الصلاة والسلام زن أم حارثة متأتنا وندم حارثة يبدر طورنا لا يمتنبر تبارلي طورات داتمو قدلو نا من ألتت يا رسول الله حارثة أني زن يلون ليوبوتا لبيوست يلون ليوبوتا قالوا لمهنو جنة وستكونا نقروين على لكسم وإلا يمسرون يا يلو ألتتو رسول ما بات من نكاش عمروش يتحيد منا ولات جنة عند جنة بتشام السلش عندهم يا جنو إنها جنان كثيرة بزو جنة وشنا توكو أرسو ما وإنه لفي جنة الفردوس يا جنة الفردوس
الجنة كفتن يو بوتان ميقنيون. أما ريح الجنة عباد الله فيوجد من مسيرة 100 عام. الجنة الشتاء ميقنيون با متوامت رقات يكنيون. الله سلا جنة سنقل لها له. فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. الله انبه له جنة ونزوت تألو من ماء غير آسن كوهايهون غير آسن. غير آسن مالك يقول ابن عباس غير متغير يلتلوت طعمه يلتغير. ويقول قتادة والضحاك وعطاء غير منتن يما يشت هنا. لأنه دمو أنهار من لبن لم يتغير طعمه، طعمه يلتلوت يا وتتم ونز ألا بطعم نتش بطعم طافات هنا. في الحريك المرفوع لم يخرج من ضروع الماشية كأنسساتوت طوت قات يلوت طعنو يمي لماله. وأنهار من خمر لذة للشاربين يا متتم دمو ونزو تشاله لم يتطو سوت مركانا بطعم يمي تحفت مدفوش التايل لهم آيا أسألا ممتعمو عند دنيا عند دنيا خمر ما يدلف أي تاو بطعم يمي أسلست طعمو يمي أركا شتاو يمي تحفت. وفي حديث مرفوع لم يعصرها الرجال بأقدامهم وندوت بأقرات تاو بمرقات يلتأم نكوتنو. وأنهار من عسل مصفى قررت كالمار يهون دمهم وانزم الله في غاية الصفاء بطعم طرد كالا بطعم يمي تعفد ملكم يمي أسلسد شتاهم يمي ركا. في حديث مرفوع لم يخرج من بطون النحل كنبوت هود يالوطع مارنو تبرو. النزي كله يتبالد ابن المنذر عن سعيد بن جبير موقوفا عليه زقوتا كزيهم يبلت ولهم فيها من كل الثمرات كفرافروا تشينت فلو ألا لا تشوفوا سطا مغفرة ربهم كقيت تشوزن بهنا مهرات ألا لا تشوف سنت أصر من ألا كمن هو خالد في النار ينهلوا ياكن ينهلوا يتدلا جهنم مستقبتوا عند كذوت تروقا كل نونة وسقوا ماء حميما جهنم مستقبت كما تنبلاي كذك بلاي يفلا وها بيقطي الدرقالو فقطع أمعاهم يهودي قاتشون اندالا يبطأت سوال الله يطبق منها. يبتشمر اللم للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا. المؤمن كلول يتسرى دنكوانا له عندها كفتنات كفتت اللات رزمتها 6 ميل. للمؤمن فيها أهلون يطوفون عليها يطوف عليها المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا زا دنكون مسلمو بيتسبو تشالوت مستو تشمالت نو هلو نمي قبنيا تشال اندوال الى ونطعيم. فيها يبتشار اللم في الجنة شجرة يسير الراكب الجباد المضمر سريعا السريع 100 عام ما يقطعها ترابها المسك وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. زا ألا يا فرسنيا قالابي بتام تنكارا بتام يمي قلب فرس فرسنيا بتام يمي روت فرس متو أمت انقارطو لدرسونا لقارطو يمي تلتلا إلا تزاف الله عفرو مسكنو بتكلو فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين نفس اللو متفلقو عينه اللو ميركاو على الله أرى للام صقالنا انتهلوا رسول فيما رواه أنس بن مالك وهو حديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لسوقا إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم إلى أهلهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا اللهم ادعنا منهم. جنة وزد قبايا الدارش ألا ألو رسول بي جمعة وي سامنتو يمتألو يجن السوج كذا يسمي النفاس ينفسا للنس لأي سونتنا لبسات شولاي فيتات شولاي عند الله يعني صدون ملكون جيتون يرجب بات شوهل
ملكنا قنجنان يتأمر له ولو يتسبو تشاتشو كما تتوبوها لا يتسبو تشاتشو من ديه الواتشوال بطابا واراتشو كنيا كترياتوبوها لا قنجنان تأمراتشو سيراتشو أو أنان تم كنيا بوالا والله بطام أمراتشوها أشبرقاتشوها الواتشوال للالله كالنسو يذربنا للام سطوة تعالى لجنة السووش لسيتوش يهدل الله تو بحرات تو مقلت الله تو رسول عليه الصلاة والسلام لو اندوت يمي تعدلتنا يأدرى من قلات تو سيقلت انده لعلهم في الحديث الذي رواه الترمذي وقال هذا حديث صحيح عن أنس أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لأضاءت الدنيا ولملأت ما بينهما ريحا ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها جنة السيد عند راسيت وتا نساء اهل الجنه ينسيتوت عند وتا ودم در بتملكت مدرن كله تاشبرقوالت مبرات مبرات تادرقوالت قالوا ولملأت ما بينهما ريحا سماينا بمدر يالون كله بملكام اير تمولاو نبره ونصيفها على راسها خير من الدنيا وما فيها براسو على يالو بتا وينشر دنيانا كوستوا دنيا وست كالوت كله بطان بلاط نو قالو نبي عليه الصلاه والسلام مسلمه سيت هوي انت ملكام تسراش اتين سيت نو راسو متمسيو مالك نو يجن سيت ني يتبالو بحور العين بتا يتجدب ادلم الله كنسو كسوا يادرغشنا وندتن ملكام تسراچو لهت اتين يمسرت ملكام سيت نو يمتتادبو ولي ابي سعيد رضي الله عنه في هذا المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرجل من أهل الجنة زوجتان من حور العين على كل واحدة 70 حلة يرى مخ ساقها من وراء الثياب سبحان الله الله أكبر ما أحلاها من يمسك من يمسكنا حياتنا يألو من قال رسول صلى الله عليه وسلم بسعيد بزقب حديث لك جنة وند له نوالو هلت من حور العين كحور العين وجه ولت مستوش اللو تالو بيان داندو لهاي سبا يجيت اين توش اللو بتعمر طنتات شو كسودناتات شو طراتي تنسا دقمو يباتات شو وستنقني كلبسات شو جربا يتاي اللو رسول عليه الصلاة والسلام فاستعد عبد الله فاستعد عبد الله يلقيا هؤلاء النزيه لما قنيت مزق اجت اللبه انت الله باريا ملفات متاقل اللبه بكلال ايدلهم يمجنوا اليس ما احلى ما في الجنه هذا جنه استكالوت كله كمرطوچو اندو يهرل اندي سنتون يمياسقنا سنتون يميانغبغب اما جنه عدن جنه عدن ما يزال الاماو يجنه للمؤمنوت لامانيوت يزغدچو ما جنه لا تسل اسمع فروى الطبراني والترمذي واحمد وغيرهم من حديث ابي هريره أن الله تعالى خلق بيده لبنة من درة بيضاء ولبنة من ياقوتة حمراء ولبنة من زبردجة خضراء وملاطها المسك وحشيشها الزعفران حصباؤها اللؤلؤ وترابها العنبر رواه الترمذي جنة عدن الله عز وجل إلى اللوب الله سبحانه وتعالى بأجه فترات لبنة من درة بيضاء نتكونا لأولنا انقو فترات انرا بلوكيتنا للاو بلوكيت لقنو من ياقوتة حمراء ايكونا لأول للاو دمو من زبردجة خضراء ارنبالي كونا كميا مر كميا شبرك لأول وملاطها المسك ملستنيا ميا يجاتكو مسك مبتبال راشتونا تلو وحشيشها الزعفران الزامي اللو ساروات تلوى زعفران يمبالو بتام يمتافت شتا يلونو حصباؤها اللؤلؤ تطرتها لؤلؤتنا تسو وترابها العنبر وترابها العنبر أثروا دمو فشتو تلو بتامر تشتا يلو عنبر نو ألو نعم من أين الجنة نو الله كم يقبو سويت يدرقننا فمن يجزن بلو مدن يللم لفات طرت تقات يتيق بتال يسفلق بتال بلفات انجي مكراسق اينا يتو دنيا لا ينجي زنبلون دفلقو بحرام تدستو يا الله من مرياقصو النبي عليه الصلاة والسلام سنة لقوا ايدا لم وإنما
أني أنه اللو متادل يميت شالو النسون بمكتلنو سلفو الشنم أرايا دلقو يهيوات مريبا ما درقنو يبتشار اللم منو تورتو اللك يا جنال اللكم سنتو اللا حدث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين مسيرة 100 عام والفردوس أعلى درجة ومنها تخرج أنهار الجنة والأرش من فوقها وإذا سألتم الله تبارك وتعالى فاسألوه الفردوس أخرجه الترمذي. جنة ألو متو درجان يالوت رسول ألو عليه الصلاة والسلام كولتو درجان ككل يمتو يأكل يمتو أمترك أتعلالو فردوس دمو كجنة تشلو يلاقو جنة نو كذا جنة كفردوس الجنة كلاين ناوي جنة كفلكونو يا ويا جنة أردتو ونزوج يمي فسوت عرش دمو عرش يا جنة فردوس الجنة بلاي جنيال عندك آراوي هنال الله انت دا تطيقات شوت فاسألوه الفردوس فردوس الجنة طيقوت الرسول اللهم وفقنا فردوس الجنة يا رب العالمين. وأخرج الشيخان وغيرهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما ليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. متفق عليه. زاد الترمذي وهذه الأنهار تشقو من جنة عدن ثم تصدع بعد ذلك أنهارا. أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وهو حديث صحيح. من قال النبي عليه الصلاة والسلام جنة تصل على الأجا سل جنة أسرار في النقر ولا جنة تألو كورك يتسرو سرتاتهم وسطاتهم يالوت اقاوت كلهم بعد تكالي كوركنا علو ليلهم وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما ليلوتو ليتالو جنتوش دم علو كبر اقانو يتسروا تالو اقاونا وسطو يالوه اللو. سبحان الله الله كم يتعدلو تيادرقن. وليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجللو ازاي يتعدلو سواج جنتي قبو كقبو سواج جنة قيتاتهم كم ملكت مككل إلا رداء الكبرياء يكرات كتانجيل إلى من يلملوا على وجهه بالله لي في جنة عدن بزا جنة عدن مسألوا. متفق عليه. ما مترميلي وزقوت من تأمروا وهذه الأنهار النزيه جنة من تشوتشو قالوا يميما نتشوت تشخو من جنة عدن كجنة عدن با وتتستى اللبالو أين الدرس السيالو يوتألالو ثم تصدع بعد ذلك أنهارا كذبها لا عند ونزنت منو يكففلالو يبت التنالي سنة أتقال ألو رسول عليه الصلاة والسلام. ولك يا أخي ويا أختي أن تتصور وتتصوري أن كل ما يجول بخاطر العبد المؤمن في الجنة حاصل له. ما استبيا اللبن يا الله باريهم كوهي يا الله باريهم شوي سبحان الله ما استبيا اللبن من دنو بمؤمن يهونو سويه جنة وستيالة بلبوه اللي يميلو نقر كله يا دنيال. سبحان الله تنشون ميهون تلكون لنقب قلت يمي قبع تلك نقر نو. لزهم من رجائي هنا زند عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة كما يشتهي. أخرجه أحمد والترمذي وحسنه. نبي عليه الصلاة والسلام زبوت لا إندان مؤمن لزن كفلقى جنة وست كفلقى وتوش مهال أندنونا لزن كفلقى إرقزناو أولا لذنا إرميو بأند ساعة وست أند فلقى وهنو الزقى جلة ألو نبي عليه الصلاة والسلام. ما أحلاها من نعمة من أن يامر بطعام كبات صقى هنو يمهنا جنيو يوم يا الله إنا يملكتني ومن مريا لا تبروا سوتنا ونجي يمي هونو لمنن أيضا لم. وإن أهل الجنة في حبورهم ونعيمهم عند الملك الخلاق ينعمون بكلامه. يا جنة سوت بل لا تودستنا طقاء فطاري هنا ونقو الزند إن دالي بس السنب من نقر بطعام يدستالو
بلن لكسو استنفاس التنفافس عند يقرالت كله تسبيحنا من نسو الله المطرات يقرالت تعال كناتهم انديه انديه اي دستو لمن كناتهم نبي عليه الصلاة والسلام من بلالنا بخارينا مسلم بزقبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة إن أنت يجن السوچ إلى تشعر الله لجن السوچ ألو فذا النسهم أبيت لتال الله فيقول هل رضيتم ترست تشعرنا إلى تشعر فيقولون وما لنا لا نرضى بيت أن الدسات إلى اللون النسهم وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك كفترانته لما أنم يلتتهون لن ياستهن أنديت أن الدسات أنديت أن ركا إلى اللو اللهم إلى التوال أنا أعطيكم أفضل من ذلك كزيه بتشعل كزيه تليين مسأت أتشهل لو إلال قالوا يا ربنا فأي شيء أفضل من ذلك كزيه بلتن يتشعل من دنيهن يا الله يلتال اللهم من إلى التوال أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا ينين وديتا ينين وديتا بالمن تلاي أسفرنا أسرف الله تهال له لزلالا في الصم على القط أباتهم بمالك الله يسلستها التوال يه كدستوت هلو يلا كدستانو من أن يتدلوا سوج بهنونه كذهن يبلت أن يسلستها التو نقر على السم من دنو موت بصراط مهل ما اتردونه في الحديث المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار يجن السوت ورجنة كهيروبها لا يسات سوت سات كقبوبها لا موت عندما تايد درجنا بولتات شومان تدرقو يتردهل خزان ثم يذبح ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت إن أنت يجن السوت هوي موت مبال يلن يسع السوت هوي موت مبال يلن بلوم يضطرل فزي سعت أداء يجن السوت كدستا لي دستا يتمرلو يسع السوت سن كهزن لا هزن كمريت لا مريت يتمرلو فيا سبحان الله كذه اللهم يبلت يمنس دست دستا لا الله انفيت من ملكت روى صهيب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا يا أهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا وتزحزحنا عن النار وتدخلنا الجنة قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة رسول من ألو يجنس جنتك قبوبها لا يضطر ألو إن أنت يجنس هوي بلو الله يترى التعال متأمراته نقر ألا تفلق ألاته إلى التعال آيلو تال دي في تتسنن على نطهل لنم من دي كجهنم إسات أتبكنم جنة رسك بهنم من دي فالزابها لالله يالون يفيتم قربوش يقفل الله التعال لألو كالزه يبلت يمياس دستنا يمياركا ستوتا عايق النمالو كالزيان ماسكت لو إهن ينببت رسول ملكان لسر السو ملكان يتوا جنة اللتلاتو أماريم اللتلاتو يميلو مبرع لو إهن والو كل هذا النعيم يا أخي المسلم وأختي المسلمة في الجنة التي وعدنا الله بها إن صدقت الطلب إن صدقنا في الطلب وأتممنا البيعة مع الله يقول له أجا يميقنيو متينونا كالله قال يلنن قلن النت كالكدام كاسامرننا لجنة يلن في اللاقوت ونتنيا كهننا الله به لال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة الله مسلمت جنزبنا نبرتاتون بجنة للوطاتو قال قبت الله تعالى بز بأينة ملكو مالتنا لأمر الله إن الذي يفرط في هذا النعيم المقيم لهو المغبون مهما كان الثمن يا عبد الله فما بالك والثمن ليس فيه عنة ولا مشقة والله بردت ينقامي تصدنا نعمة يتاسو مالت
شلا يا رسول مالت يكسر السنو الدرابيس مالت السنو يفلق اتعود بيهون منكوا ميكفل اللت نقر ود بيهون منكوا أركام الناس التي قنا للم يهن بماس ملكت على رسول عليه الصلاة والسلام انديها له الله لأساسه مترشع ذكة ناكتات لم يكتاو الله انديه لوال لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به بمدر لا أنت بمدر لا يكال له أبتوت أنت نقر بنوره بإذا أرقاها سلفه مستطاو نقر على اللي إلى على الله سوي يوم أوسل الله انديه لوال أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي بعباته جرب علي الله كذي ينسى نقر نبار يتأيكوه إرسوم بني لي هسو من داتا قارا أمي بلا قنا قارا بما لك الله لوال يلون قريه تلمشو نقر يكفل متو ميتشان نقرنو محرمات أو ودنا قر ما قنيت يميتشالو ودنا قر ما قنيت يميتشالو نفسيانا الشنفو الله انفرتونا مالتنا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا يا لو الله اللي زينتنا جن مرت جنتنا أنا انفري لهنا سونا يماس ورسات يا لو لما ورث زق الجو مهونا اللبن جنة كوستوى يا لو عندان بحريهن سمسل وجو اسمن مثلال أما من الخارج فإن لها ثمانية أبواب كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها باب اسمه الريان لا يدخله إلا الصائمون اللهم اجعلنا منهم يوجد ما سمنت بروت شالوت كرسول بترقادته مسرك عليه الصلاة والسلام كالنزي سمنت بروت مهال أنده ريان بالل لصوم يوت يتزقاج الله كونة إياس ومن يوت شنا كم يقبوت يادرقاننا ين برميهن يجنت بروتش الناس كفتوت يمجمروا رسولنا تشو انديه الى اللو رسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي اخرجه مسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك يجنت بر ليك يام كلمة أنا عندك كفة اللين أتأيك الله نيالو أباك يوم عنده لنيال من أنت محمد نيس لو قالوا لأنت عندك كفتني تزدسكت كانت بستفيت لما نم ألتزدسكم تبي يتبال الله نيالو يهنا ونقره يجنة وجهه مجمره أما الزمرة الأولى الذين يدخلون الجنة جنة وستي مقابوت يمجمره زورت يمجمره قروبوت ما عنده نأتشو بلو رسول يسيمه أتشو عندما يتايهونه رسول صلى الله عليه وسلم يقلت أتشو بأينات جن لك عندما يتايهونه صلوات ربي وسلامه عليه قال في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر مجمرا جهن جنة يمي قوتي مجمرا زورو جنة قروبوك تركا بصرا مستنيوكا بمتهن البد ملو هنا ونوالو في تاتشو يا شبركا كب هنا ومالتنا والذين يلونهم كالطرى يمي قبوت قروبوك زورو شدمو على أشد كوكب ذري في السماء إضاءة فسما إليك اللو كواكبتوك الجذبتان يمي أدرا قلوه كونو كواكبتوك قا يمسل اللول لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولا يدخلون أي صداد دمالو أي نافتهم أكتان رباتهم نتفهم مايلهم أمشاطهم الذهب ما بطريتهم واركنوا ورشحهم المسك لا باتهم شتونوا ومجامرهم الألوة ينسوا داتا ويمسات ما كتطيع بطعام يمامهم وأزواجهم الحور العين يستوتشاتشو حور العين وشناتشو أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء ينسوا سنم قباراتشو بهراتشو بأندسوا سنم قبار لهم يفتاتراتشو هنيتا بأندسوا نو بأباتاتشن أباتاتشو آدم ملكنا مثلنا 60 كن 30 متر قمتاتشو مالتنا يهنون قديه جنة وسط قالوا السويت بحرياتشو
ولعلك عبد الله وأمة الله تسأل إذا كان أهل الجنة يأكلون ويشربون ألا حاجة لهم إلى الاستفراغ؟ يدن السويت مبلو ميتطوك هنا يهن نقر ما سوقد يلبات شو من دي موطات يلبت من دي يتكرر نقر تلي هنا ملسن ما النمسى هون أهم رسول عليه الصلاة والسلام ستنا كما في حديث جابر عند مسلم وغيره إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يدفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون. قالوا أي قال الصحابة فما بار الطعام؟ قال جشاء ورشح كرشح المسك يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس. إجن السوتش بلا اللوي تطلوالو مراك متنو باتشو نتفايلوم أكتاني اللباتشو أي صلاة دمان أي نافتهم. تارع صحابة استيقوا يهدبوا ويتك مترشاو يتي راسيراتشو منالو إرسوم قساتنا لابنالو لابن شتاو عندما سكنار إن السوبر جيت الله إنا مسكننا ما ترات يقرأ الله تعال إن أنت استنفاس تنفاس ما تنفاس عندما يقرأ الله تهلو يهنو انقريه جنة وستي الله هنا تعال كالنزيل مهون بزوم الفات متاتكنا مسرات أسفلق الله يوفقهن. وعلى أهل الجنة منزلة هم أهل الغرف فما منزلتهم ومن يكونون جنة وستي تلك درجة اللاتشو يغرف بالتبيتو تشتاو الناتشو لمهنو من دنو بيتهاتشو إنما الناتشوز من لاشون أهنم المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يستنهن. روى أبو سعيد الخدري في الحديث الذي أخرجه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. إذن استويتك قالوا يا يغرب بالخبتوش ببالوتن كلاياتهو لك بركت يلن كاكب توشروك كاكب بركت عندما التاعات فلو النصم ياتشوالالو بمكاب كلاتشو يالله وبلالت بتعم روق هونو خاكبتوت لكن دمي روقت فلالو. يا رسول الله راتشو هو يه يامدي عوش ترجانو ما انما يدرس هاتشو مالتنو سلاتشو ديتاعلو والذي نفسي بيجوبونو جيتا امرا لهم نزي سويت مالت رجال آمنوا بالله با الله يامنوا بالله سبوش ناتشو ملك تنيوتشنم امنوا يتكبروا ناتشو قالوا رسول عليه الصلاة والسلام. اما ادنى اهل الجنة منزلة كجنة سويتش متعرشها زكتن يا درجة لهم ما يا رسول عليه الصلاة والسلام بن مسعود بزجب للمسلم لا يقال له حديث بنقر مسارتنا له رسول من قالوا جنة متعرشها يمي ببوصوها عند قلة سبنونا السوبر قطر عند يهدى ليلة قديم يتدفع يقوزن أساتن يلبل لبوا اللالو لك ساتن عالفون ديهدى الله من إلال. فقال تبارك الذي نجاني منك تانتي يطبق انجيتا لكن يجب اوتر اللي الله برقتن من لم يلسطون ستن يلان عند ذاتنا الله يا سيوال جيتي باكي جيتي ورزاز تجان اندت اللي لباتي لان ما هن من نتقطع الله من الوال يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها من البات ستته ليلا انت تطيق اني هنا اي جيتي اي لان قال ابني جبال ليلا انت تطيقه اللهم عبري ستوال يما يتشلو يما يتاقس ومتاقس يما يتشلو النقر لياسا يوهن لم يتشل سلم يعني ياسطقوال ليلا ما هم ياسا يوهن لندزهو لكن ديه انديه إيالا بترقى قامي مترش علي قال الجبه اللي من دي الله إيالو اندزه إيالا الرقى مترش علي من إلوال الله هاي يا أنت يا ابن آدم ما يضريني منك ما يصريني منك أي ما يطلع مسألتك مني أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها بزوك يربت وانا من الأول أنت كني تسفى ما أتقرطن كل النقد طيق الله سلزه دنيا مست دنيا مست قال لهم ناك الصغاء لهم لك السوان بمثل أين بسطه دس إلى هالسلو جيتي تاشوف الدنيا الله اندي الأول ابن مسعود ساك أنا من أنا اندي لمن ساك تترني رسول الكوسك أو كذاب على لمن سيبالو من ألو اني أساك أن الله مساك أنا ألو سوي يو
بني تاشو تعلق قد الله هندي أنت علماتو قيتابا ميلو قزيل الله الله أنني لا لا أني ألا ألاق قد بهد اللم ولكن جن ولكن جن أني يفلكو تن مدرق يمتل قيتان أننا بمالت يلعل النبي عليه الصلاة والسلام كذا أبو سعيد الخدري بري مسلم روالي تمر الله عز وجل من الهال إيه ينطيقا يلوال بزو نعمة مالت نوم لك إن دال فإذا انقطعت به الآماني إن دال من يوتو ستانا اتق الله من الهال يزيهن أسر اطف درب ستتشهل له الهال كذابها لا بيت بيت يسقبها فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين ولتمستوك حور العين قبل لتال فتقولان من لتال الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك قال فيقول ما أعطي أحد مثل ما أعطيته كذا من لتال الله مسجانا يقبعو إن يالا أنت هياو أنت لن يهياو يادر رجل قيتا كذا من لال من من يستطه تنيهل ألتستهم منه سبحان الله لما ترشى أنستن يو يكونا كفتن يوس من يهون لا إله إلا الله درقب كبار من يسفل لقو كبار من يوت كبار تكبار كبار ترالت من يسفل لقو نقرنا مالكنا أرأيتم حال أدنى أهل الجنة منزلة في جنة وث مترشى زكتن يان جنة يلا توسوت يكونوا تعالى إنه نعيم عظيم فما بالكم بعلاهم كفتن يتوس أنجيت يهون يهون ذلك زكة النج يستطول كتب على وسطوتا نبي الله موسى الله انتهيك ورسول عليه الصلاة والسلام عنده نقرن مجرشا جنة يمجبه سوية يمستطو من دنو يزيين يدنيا سلطان ست اتشهال له يبال النام مسجدي يزان اتخف درب أسر قزي ست اتشهال له تبلو يبال له كفتن يوسطا من دنو سيلات تمنالو أولئك الذين أردت غرت أرد إنما يفلقوا أتوا ملكا باريو تشين نزيناتوا الناس تفلق قال غرست كرامتهم بيدي ينسوا مكة بريع نقر بأجي تكفلكوا تنيني وختمت عليها نما تم باتلو فلم ترى عين ولم تسمع اذن ولم يخطر على قلب بشر عين ايتوتي ما جروس انتوتي ماك بما ننسى ولا يرد لب لا يقول لب لهم ماك نجر ازغاج لا تصور انها والله انها والله عباد الله لفرصة عظيمة للراغبين دخولها لا سيما في هذا الشهر الكريم الذي يتفضل الله على عباده فيعتقهم من النار ويدخلهم الجنة فلك ابدلنو لك الجاوتنا لفلاقيوت لمقبات مالنا بتلي زيبا لنبات يتكبر يا رمضان ور الله لبار ياوتو بزوج روتان يمي لقسنا يمي سقبات كأسات نقابيات شهالو بلو جنة يمي سقبات سلزي صلاة قديت يونو صلاة وچن بمجامعة بمسجد لنتنكك بقوت نورا نقبال صومات چنن انداي بول تنكاكي مدرق اللبن ينا زكاة چنن دمو نسيات تدستان نارك تاستا بكا بدستا لم يقبو مسلموش مستطى اللبن جنزب الله يستطونا حبت قناة يستطو حج بانتا نقزي مارك اللبن والنأمر بالمعروف والننهى عن المنكر ملكا من مازز تمتفو مكلك اللبن بچاننا ويحل والنبر والدينا ولدو تشتن ملكا من دنور القبال والنصل أرحامنا زمدنا تنن تاريا انكتل حلالا حلالا نادل حرام حرام بلن امنن سنابقا انراك بيتاچنن الله كم يقطعو نجر كله انطبقو ياندانداچن دمو عيناچنن كحرام وندچنم سيتوچنم انطبق مناساچنن ذكر الناس تمر يقبال ولتحرص المسلمه على الالتزام بحجابها الذي شرعه الله مسلم يونيتو امسيت الله يرن يقبلاتن حجاب كراس صغرا اسكادر طفرا تتشفن يقباتال وبطاعة ربها جيتانا بمتازز لاي وبالاشتغال بذكره عن أعراض المسلمين والمسلمات فأمان سيتنا وندوت لاي كبرات شون كمنكات يلك الله بما استاوس بزيان لتفجي قبال ولتطع زوجها بالان تتازز ولتحرص على تربية أولادها جيتان تنكبك بما صدق لاي ليوببت لنورات القبال جيتان كمسلمون تقا جماعة اندي سقدو الله اندي فرو ترو تربية لتادرقات جي قبال عسى أن تكونوا من المفلحين الفائزين في هذه الجنان الكثيرات بالنزيه بركات تاج أنه تست كبتو لما التادل أدل النيوت أنه انزنج واعقدوا العزم على دخولها لما اقبط قرطوا واسنوا ومهما كان الثمن فادفعوه وقال فلقوا والدبيونم كفلوا لعلكم تنعمون بجراد ربكم الكريم لقيتاتهم قربة النابة ما بنيت اندت التادلوا وهذا داعي الله يدعوكم إلى جنة عرضها السماوات والأرض فأجيبوه يا الله تقاري لنا من لا ستود
اللهم اللهم اجعل الجنة لنا مستقرا ومقاما. يهنا انجريز جنة انقاض الله انلف الله انسر الله متارل اندنشل ملكاموت يتدل فيهن ونا الله ان ينم يدلن. اللهم اجعل الجنة لنا مستقرا ومقاما ولا تحرمنا فضلك بسوء أعمالنا. اللهم اجعل محمدا صلى الله عليه وسلم شافعا لنا وإماما واسقنا من حوضه واحشرنا في زمرته. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. اللهم يسر لنا أمورنا واستر عيوبنا وأصلح فساد قلوبنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يهنن تمهر الحبشة إسلامي مصابوت جنة كافيتوش مشتا الزجاي توزيا كربنو كتني هنا دستيت سموال الحبشة إخلاي إسلامي مصابوت جنة نروسوش بكاستيت بسيدي ببسيدي عندهم بليبيدي أكينيالو በተጨማሪም የተለያዩ ታሪዎችን ካሴቶችንና ሲዲዎችን እኛ ዘንድ ያገኛሉ። አድራሻችን ከታላቁ አንዋር መስጊድ አጠገብ ደሴቶች መግቢያ ቦክል ስልክ 011 655 0014 የሞባይል ቁጥር 0911 0373 03 አልሐበሻ ኢስላማዊ መጽሐፎችና ካሴቶች መሸጥ